من باب انه هذه ذكرى جماعيه. واليوم واليوم هيئه الحق والكرامه في الموندا نتاعها تمشي من 56 من 55 من 55 معناها انتم اليوم مؤتمنين على ذكرى زاده كذلك في علاقه بينها. ولذا مش نحكيو على مؤتمنين زاده على الارشيف بالنص على الارشيف بنفسه. شو احواله هالارشيف هذا توانسحبوا والله يعطل. شوف ايش نقول لك حاجه، الحاجه الباهنه ديما نقولها للاجانب، راهي تونس تتميز على البلدان الاخرين انه عندها اداره قديمه وعندها تقاليد وتوجد قبل الفرنسيس وقبل البيت، يعني عندها اداره قديمه وعريقه. هالاداره توفق، هذه الميزه نتاع تونس. راهو جميع التجارب في العالم تاع عداله انتقاليه قالوا نفسهم بلاش ارشيفات بالكل. وعملوا عداله انتقاليه. احنا عندنا ارشيفات بما فيه الكفايه. المانيا استازيه لصقوا بالكل بالسكوتش بالارشيف اون كوتيون، معناها معناش مشكله معناها. ولذا هذا مكسب، احنا خير منهم، احنا خير منهم، اوضاعنا خير منهم. يا اخي انت لكن انت خفت عليه الارشيف وقتها في الباساج ما بين في الباساسيون ما بين المصف المرزوقي والباجي قائد سبسي، كان عندك تخوف هذا على الارشيف الرئاسي ولا الاخر؟ على الارشيف الرئاسي كان عندك لا ما كانش تخوف. علاش تحركت مدام ميلا وقت عليه؟ ما تحركتش وقتها، انا تحركت خمسة شهور قبل. هذاك مسار عادي، اما صادف جاء مع الانتقال. واحنا الخطا ممكن يعملناه انه ما قريناش حساب اللي احنا في ظرف دقيق حساس. اي هذاك ما قريناش حساب، احنا مسار قاعدين نخدموا كونكور دو سيركونستانس. كيفاش سيدي؟ كونكور دو سيركونستانس معناها الامور. كان نعطيك شنو نعطيك الوثائق واقرا. رانا انطلقنا من جويليا وقعدت مشاورات واخذ ورد، ومن الاول ما حبوش يعطيو، ومن بعد اقتنعوا وعملوا استشاره قانونيه. وبعد 25 نوفمبر قالوا لنا اجوا هزوا، جينا باش نهزوا قالوا لنا لا ثم حمله انتخابيه ونفضلوا انه كي توفى الحمله خاطر سي با لو بون مومون. سمعنا كلامه هما اللي باش يعطيو، ما نجيش نقولوا اي ولا. ما علاش قضيه مدام وقتها؟ كيفاش؟ ما علاش قضيه وقتها مدام؟ ايه بعد ديسمبر. أي. احنا جينا في ديسمبر. اي جات مع الباساسيون. دونك سيتي ان موفي كونكور دو سيركونستانس و سيتي ان مالورو مومون. واحنا معناها فهمنا من بعد. أي. وتفهمنا راهو مع المؤسسه الرئاسيه راهو ما عندنا حتى شيء ضدكم، وعمرنا ولا جات على بالنا اللي انتم باش تعملوا شيء اضافي. لكن احنا وقت اللي قلنا التخوف هو صار اللي قبل. وعندنا تحقيقات جاريه في موضوع اشكون اللي هز قبل. اي وتتكشف هذيا باش ننشروه لكم، يعني مش باش يوقع خفي. تهنى